كلشي بخير، كي دايرين الطلبات الطالبات كلشي مزيان. اليوم جايين نخدم معكم طريقة كيفاش تسجلوا بالنسبة للباك حر. الطريقة هي سهلة، غير تبعوا معايا. هذه واحد الخلاصة على كيفية التسجيل والشروط والحوايج اللي خصك دير والحوايج اللي ما ديرش والوثائق اللي خصك تجمعهم. بالنسبة لشروط ترشيح البكالوريا، الإنسان اللي عنده إعدادية خص تدوز عليها واحد السنتين أو أكثر عاد يمكن له يتقدم للباك ليبر. وبالنسبة للناس اللي عندهم بكالوريا في شعبة خصهم يترشحوا لشعبة أخرى من غير اللي عنده فيها الباك، يعني معرفة تامة بالنسبة للناس اللي يترشحوا الباك ليبر. بالنسبة للناس اللي يعني جاتهم في ديجا دفعوا وجاتهم ورقة ديال الرياضة وما مشاوش يديروها، فهادو تيتحرموا من مباراة ديال باك ليبر لمدة سنتين. وبالنسبة للملف والالتزام اللي تتصادق عليه واللي تتقاليزيه وكيفية التسجيل عبر الانترنت، وانا غادي نوضح لكم بالفيديو كيف تسجل. لي فيديو هو غيكون عبارة عن يعني معلومات غير صحيحة، ومن بعد غادي نبين لكم الصحيح كيفاش تتم عملية التسجيل. اول حاجة ناخذ داك الرابط اللي عندي هنايا، راه مكتوب، تحطوه في لوليان هنا وتندخلوا ديريكتوم الصفحة ديال التعبئة ديال الباك ليبر. هنا اول حاجة نمشيو تسجيل طلب جديد، هذا بالنسبة يعني طلب جديد تمدو من هذه المرحلة هذه. ثاني حاجة تنقراو هاد البنود، هادي راه ما تنقراوهاش لما هدا كذا ديريكتوم، تنديرو طالعين على هاد المعلومات وحنا هاد المواد وحنا ما تنقراوهمش. من بعد هنايا هنا لاحظوا معايا، الا كان المترشح يوفر على رمز مصر تيكتبو تما، مثلا عندو كاطريا ما عندو رمز مصر ما عندوش تيدير لا، يعني الا نعم راه تيكتبو في جي كذا واحد ثلاثة سبعة كذا. بالنسبه اللي ما عندوش غادي يدير لا، انا درت لكم واحد الاختيار ديال لا لان ما كاينش عندي باش نعطيكم واحد. بالنسبه لهنا المترشح واش عنده شهاده البكالوريا، درت لا. اذا كان عندك راه تدير نعم، وتدير السنه وقتاش حصلت عليها. هنا رقم البطاقه الوطنيه، تكتب رقم البطاقه الوطنيه، ومن بعد تكتب اسم بالفرنسيه والنسب بالفرنسيه والتاريخ الزياده. واحد الملاحظه، إذا كان عندك رمز مسار اوتوماتيكمون بزاف تكتبو هنا وتكتب المعلومات وتدير البحث، اوتوماتيكمون تدخل تياخد لك المعلومات تحطها فواحد الصفحة التالية. هاد الصفحة ماشي تحط لك الاسم ديالك بالعربية، اللقب ديالك بالعربية، هو تياخد من لاباز دوني ديال لاكاديمي ولا ديال وزارة التعليم، حيت ديجا عندك رمز مسار. هنا كما قلنا اسم بالفرنسية، تكتب الاسم ديالك، يعني اوبليغاتوار تكتب الاسم ديالك. حنا عطينا واحد المثال هنا محمد، هنايا النسب درت ا بي سي دي غير اختياري. هاد الواجهه هذه غير فيها غير يعني اسماء غير مستعاره وصافي. من بعد تنديرو البحث، تنكليكو على البحث، يدينا الواجهة هذه. هاد الواجهة هذه كون كان ديجا عندنا رقم مسار غيكون اسم العائلة والشخصية تحط لينا، وهنا في رقم الطلب تيكون عندنا واحد الرقم. هنا نمرة لاكارت، بطاقة الوطنية، اسم العائلي. الناس اللي عندهم مسار وكتبوه راه تيتحط لهم اسم العائلة والشخصي اوتوماتيكمون تيتحط لهم هنا بالعربية. من بعد هنايا كما قلنا رقم طلب تيكون طلب جديد، من بعد عندكم هنا رقم الطلب. هنا كاينه واحد الجهه فيها الصوره، هاد الصوره مهمه. هنايا كاين اسم الام، ضروري تكتب اسم الام، هي هما اللي فيهم العلامات الحمر النجمه هما اللي اوبليكاتوار، يعني هما الاحسن تكتب حتى الاخرين.
الجنسية، تاريخ الميلاد، مكان الميلاد. بالنسبة للناس اللي داروا مصر في الأول راه تيعطيهم مكان الميلاد. هنا العنوان الشخصي ديالك يعني الشخصي، ولكن يجوا الاختيارتين كاين عنوان المراسلة فين يراسلوك، كاين عنده عنوان في مراكش ولكن يراسلوه في الرباط، يجي يصيفطوا له ديك البريه ديالو في الرباط، او لا هو المهم فين يصيفطوا لك كونفوكاسيون. الجانب الايسر كاين هنايا يعني معلومات اللي بالعربيه تاعو تكتبهم بالفرنسيه. هي طريقه سهله، غير انسان خصو يضبط الاختيار فوقاني، ما تنساو ديال ذكر ولا انثى، ضروري دير الاختيار ديالك. من بعد هنا تنكتبو نمر المعلومات ديالنا الفرنسية والعربية. لادريس هنا نفس لادريس تكون في العنوان الشخصي، ولادريس في باش يراسلوك يعني لا سيفتو فيها الكونفوكاسيون تكون نفس العنوان مع العربية. هنا الإقليم، طلب ترجع فينا بلاصة الإقليم. بالنسبة لهنا درت غير الرباط، هذا غير يعني عنوان اقترحته بصفي من أجل باش تفهموا. الجماعة ضد الجماعة اللي تابع لها. هنا بالنسبة للإعاقة كانت نعم ضد نعم كانت لا لا. هنا المترشحين اللي في السجن. هنا بالنسبة للصورة، الصورة مهمة، الصورة يعني الحساب الكباسيت اللي طالبين، والحساب هنا الفورمة ديال الصورة راه كاينة مكتوبة هنا. بعض المرات تديرهم ما تتحملش، ما تتج تتعاود تعاود دير تحميل الصورة. انا عاودتها بنفسها هي. من بعد تقوم بتحميل الصورة، هنا تدير البريد الإلكتروني، هنا الهاتف، هاتف غير يعني هنا الجيميل يعني البريد الإلكتروني. هذه المعلومات غير مستعارة، مستعارة وصافي فقط للتوضيح وصافي. من بعد غادي نوريكم يعني في النهاية اللي المعلومات كيفاش تكون، حطيت معلومات صحيحة ولكن غادي نوريكم كيفاش تكون الواجهة ديال التتمة. حتى هنا ما غاديش ندير المصادقة على الطلب. هنا زاد التأكيد البريد الإلكتروني، البريد الإلكتروني هنا لو بغيتي دير كوبي كول راه ما تعطيكش، دونك غادي تكتبها، تعاود تكتبها، تكتب الجيميل. بعد تمشي للمسار الدراسي يعني الصفة، واش طالب، واش عاطل يعني، ولا موظف، ولا موظف خصوصي. انا اختار الطالب. واش حاصل على شهادة البكالوريا التي نعم راتي وكاينة سنة كذا، لا راه تدير له. هنا السلك اخر مؤسسة ثانوي تأهيلي ولا اعدادي ولا هذي اللي اخر يعني، وتدير النوع مؤسسة واش خصوصي ولا عمومي. هنا آخر مستوى ديالك، هادي اللي كيما قلتلكم السلك ديال آخر مؤسسة. وهنا آخر مستوى واش تانية بكالوريا ولا أولى بكالوريا ولا الكاتريام يعني التاسعة. وهنا العدد السنوات ديال التكرار شحال دوبلتي. وهنا عدد السنوات في الثانية شحال جلستي، عدد السنوات ديال الثانية بكالوريا شحال، عام عامين. وهنا واش منقطع نعم أم لا. دونك هنا إلا درتي عاطل راه أوتوماتيكمون تكون نعم. كنتي مازال طالب يعني راه تتقرا وبغيتي تزيد غير بكالوريا يعني شعبة أخرى، ولا تيكون انسان راه يعني تيقرا و تيعاود يرجع يدير شي باك جديد.
هنا نوع البكالوريا المطلوبة، شنو النوع ديال البكالوريا اللي باغي انت او اللي باغي انت؟ يعني مسلك آداب، راكين جميع التخصصات هنا، مثلا درت مسلك آداب، هذا غير اختيار زي مستعارة. هنا إعفاء من التربية البدنية، هنا إلا درتي نعم نهار دفع الدوسي ديالك للنيابة خصك ترفق مع شهادة الإعفاء، شهادة طبية. درتي لا راه تجيك الكونفوكاسيون ديال الرياضة. اللغة الأجنبية الثانية إنجليزية، إسبانية، ألمانية، إيطالية. هنا ضروري تكتب هذا الرقم، هذا ديال التحقق ضروري تكتبه، إذا ما كتبتيش ما عندكش حفظ المعطيات. دونك هنا مزيان كليكو على حفظ المعطيات اوتوماتيكمون انس تتكلي تتكليك على حفظ المعطيات باش توصل ب ب بالمودو باس، يعني الرقم السري ديالك اللي غادي يعطيو لك، انا خصك تصوره او تقيدو غير في نفس الوقت يصيفطو لك في الايميل ديالك. هذا مهم حيت النهار اللي تبغي سواء بغيت تدخل بيه تدخل تشوف او تسجل تعاود تدخل تشوف المعلومات ديالك ضروري يكون عندك هذا، ونهار اللي يكون يعلنوا النتيجه ولادي ضروري خصك باش تدخل. هذا حاولوا تحافظوا عليه، يعني راه يكون عندكم في الجيمايل وكتبوه وعقلوا عليه، وحتى الا نسيتو ولا شي حاجه راه تلقاوه في الاخير كيفاش يعني ترجع الرقم السري ديالك. من بعد حافظ تتكليك على المصادقه، ان فوا تتكليك على المصادقه بغيت تخلي حافظ المعلومات تخليهم، ربما تبغي تغير ولا تبغي تك ان فوا تكليك على المصادقه، مصادقه ديال الطلب، يعني ها انت المرجو تاكل من جميع المعطيات قبل المصادقه. ان فوا تدير التاكيد راه ما يمكنلكش تغير شي حاجه ابدا، صافي يعني كلوتيري تسد هذيك ديك يعني تغيير المعطيات، تيبقى لك غير تمت المصادقه نهائيا على الطلب بنجاح يمكنكم. هنا تعطوكم باش تطبعوا، يعني انا نعطيكم واحد هنا غير ليكزومبل ديال واحد الطلب اللي صحيح، يعني هنا الطبع الالتزام تطبعوا، وهنا تدير طبع الطلب، الطلب هذا ضروري تطبعوا باش ديرو في الملف، وهنا طبع الالتزام تطبع الالتزام باش تكاليزي في المقاطعة وتديرو تاهو في الملف في بأنك ما تغش وكذا وكذا وكذا. والاخر طبع تطبع الطلب باش تترفقوا مع الملف. من بعد يعني ما توجد هاد الاوراق ديالك، يعني انا غادي نوريكم الالتزام ما يبان. هنا مزيد طبع الالتزام راه تعطيك بي دي اف، خاص يكون تيليشارجي بي دي اف، وطبع الطلب يعني نفس البي دي اف تيحطهم لك، ومن بعد تتامبريميهم ولا تديرهم في يو اس بي تامبريميهم. ف بالنسبه اللي فيها طابع الطلب خصك تامبريمي كولو على حسب الصوره، يعني الصوره بالالوان. دونك من بعد ما تلقاوش هاد المصادقه صافي تحيد، اللي كليكيتي عليها تحيد صافي، تولي عندكم اختيار غير ديال طبع الالتزام وطبع الطلب ديما عندك هذاك. يعني امور اللي هي بسيطه، هي تيليشارجات تبعت لغيت نطبع الطلب ديالي، هاو مايا بجوجهم هادو، حاولوا ديرهم في كريوس بي ولا هادي وخرجهم. ها هو الالتزام كيفاش ديال المترشح والمترشحة، اللي تتكاليزي انك تلتزم بهاد الشروط هادو، ما تغش مثلا. هنا اللي مشينا التسجيل، انا دابا سالينا دابا عاودنا دخلنا من جديد، درنا السيت لوريان تنعاودو ندخلو من جديد، تندخلو هاد الصفحة ديال تسجيل الدخول، تتكتب نمرة لاكارت ديالك، وتتكتب هداك الرقم السري اللي صيفطولك اللي عطاولك، غادي يكون فيه شي خمسة الأرقام مخلطين، أرقام وحروف، تتكتبو تتعاود تدخل. دابا أنا بغيت نكتب ليكم باش ندخلكم تشوفو الواجهة كيفاش لي، يعني الواجهة كيفاش دايرة. تدير تسجيل الدخول، هنا لو بغيت تحافظ على الرقم السري يبقى عندك. دونك هنا مثلا درت تسجيل الدخول، بالنسبة هنا تبقى عندك حفظ المعطيات وطبع الالتزام والطلب، هما اللي تيبقاو عندك تما. يعني المصادقة سالات، صادقتي على الطلب ديالك ساليتي، ما تغير ما والو. دونك هنايا فهمتو لحد الآن، هنا راه باين
تسجيل الدخول هي تندخلو. مثلا بغينا ندخلو درنا المرض لاكارت ونسينا على الموضوع باس، تمشو نسيت الرقم السري، تتكليكي على هذيك بأنك نسيتي الرقم السري. دونك ملي تتكليكي على الرقم السري نسيتي، تعطيك واحد الخانة ديال الجيمايل اللي درتيه في الأول، يعني تدير تاريخ الازدياد ديالك هنايا. دونك هنا نسيتي على الجيمايل، تدير لا أتذكر، تدير هاد الأرقام هادو ديال التحقق، رقم التحقق، وما تحسبك ايميل. هنا بالنسبة تكين طالب مصادقة، هنا في مش تدخل الواجهة ديك تلقى غير مصادقة عليه من طرف المترشح، من بعد ما تحط الوراق ديك تلقى مصادقة عليه من طرف النيابة.